بوينت. طبعا المفروض ان انا الاول اروح ابدا اتست الكونكشن بتاعتي ما بين الاثنين ان هم يكونوا شايفين بعض الاول. انا عندي ده 10 10 1 40 240 والمفروض الكلاينت ده هنشوفه برضه عندي كام 10 10 1 200. خلينا نبنج كده على بعض عشان اتست الكونكشن بتاعتي. انا 10 10 1 240 زي الفل الاثنين شايفين بعض. طيب تعالوا نشوف بقى على السيرفر بتاعي كده. هبدا ان انا اروح كمان اظبط الريبو سيرفر بتاعي. اروح اقول له كات كده على سلاش اي تي سي على اليوم دوت ريبوز دوت دي. في عندي لوكال اهوت وادي كمان عامل ماونت على مين على الام ان تي. يبقى انا اروح اقول له ماونت دلوقتي عشان ديف اس ار 0 تمام على الام ان تي. وابدا ان انا اروح اقول له يوم ريبو تمام ليست. يعني في اوبشن للبريورتي بتحط بتضيفه في الايه في الفايل. تمام يا شباب. هاجي بعد كده اروح اقول له ار بي ام ماينس كيو اي تمام. واروح اقول له ان انا عندي على الصم ديت الصم موجود عندي. طبعا لو ما كانتش الصم موجوده اقدر ان انا انستول ليها وانستول البلاجنز كمان اللي بتبقى موجوده معاها عن طريق الكوماند اللي هو يوم انستول تمام صمبا وادي له مثلا استريكس. او لو عايز بلجن معين يبقى بدل انستول هقول له ايه؟ ها؟ اقول له ايه؟ بدل انستول اقول له يا شباب لو عايز اسيرش على حاجه معينه سيرش خلاص بقول له سيرش فيجيب لي كل حاجه وابدا ان انا اسلكت تمام؟ الحاجه اللي انا عايزها. نعم؟ مش كان في كويري؟ لا هنا مفيش كويري. الار بي ام اللي فيها كويري الار بي ام خلاص يعني هو بص شايف اداني صمبا وايه؟ والبايس البلاجن بتاعها مع الويب الواي باين خلاص ميديوز يعني اداني حاجات تمام مع الباك في الويندوز يعني الواي باين. اه طيب اليوم انف وهي كويري يا جماعه هو القصه في الاخر تمام حاجه بتديك معلومات كويري بتديك معلومات كويري ما احنا خدناها في كذا حاجه كويري وجيت وانف تمام الثلاثه او لسه تمام حاجات بتديك ديتيلز وحاجه بتديك معلومه واحده وحاجه بتتخصص في حاجه معينه بس فهي كلها في الاخر خلاص انت عرفت الكونسبت بتاعها. طيب بعد كده شباب هبدا ان انا اروح اقول له دلوقتي ان انا عندي ميك مثلا او ممكن نقوم السيرفيس بتاعك لو مشينا بنفس الستبس تمام اللي احنا ماشيين بيها. اروح اقول له اعمل لي ريستارت للاس ان بي والان ام بي وكمان بعد ما تعمل لي ريستارت ليهم اعمل لي ليهم انيبل وبعد ما تعمل لهم انيبل وريني كمان الستيتس بتاعتهم خلاص بالشكل ده. طيب بعد كده هروح اقول له ان انا عندي اعمل لنا دلوقتي ميك دايركتلي مثلا سميه بابليك او سميه اي حاجه انت عايزها او بابليك صمبا اس ام بي اندرسكور مثلا بابليك قال لي هبقى خلاص كريت الدايركتلي بتاعي دوت. هاجي بعد كده اقول له ان انا عندي الدايركتري ده لما اقول له ال اس ماينس ال زد للدايركتري اللي اسمه اس ام بي باب هلاقي ان هو ده واخد الكونتكست ده تمام اللي هو الديفولت اندرسكور تي. ولو رحت قلت له ان انا عندي دلوقتي دين سي الستيتس بتاعتي تمام هلاقي ان انا عندي ان انا شغال في المود اللي هو انفورسر. يبقى اذا لازم اروح اقول له سي مانج خلاص واروح اقول له الاف كونتكست بتاعي واقول له ماينس اد ماينس تي خلاص وابدا ان انا اقول له ان انا عندي الكونتكست بتاعي تمام صمبا اندرسكور شير اندرسكور تي تمام وادي له عندي سنجل كيشن وادي الفورمات اللي هو ان انا عندي اس ام بي اندرسكور باب بعمل عندي رايت الكونتكست بتاعي بالشكل ده. ثم بعد كده اروح اقول له لو انا رميت نفس الامر بتاعي هنا تاني الاقي نفس القصه لسه ما حصلش ابلايد على مين على الدايركت بتاعي. فاروح ابدا ان انا اقول له اعمل لي تايب تمام ابلاي بي ريستور كونتكست ماينس البي في ار اف تمام واروح اقول له على سلاش اس ام بي مكتوب غلط بس كنت راح عمل لي ريستور اهوت يا شباب تمام من الديفولت الى مين؟ الى صمبا شير اندرسكور تي. يبقى انا كده ظبطت
تمام الصمبا بتاعي اللي هو تمام يقدر الدايركت بتاعي دوت تمام ان الصمبا اكسسه. طيب تعالوا مع بعض بقى اروح اقول له يوزر ات تمام مثلا يوزر 1 عايز تعمل ريستريكشن لليوزر يبقى اقول له ماينس اس سلاش اس بن عندي او بن على سلاش مين لوجن او ممكن اقول له فولس تمام ادي اليوزر الاولاني. ممكن كمان اعمل يوزر 2 لو عايز اضيفهم في جروب ممكن انا كنت اضيفهم برضو في ليه في جروب واستخدم جروب بدل ما استخدم كل يوزر على حد. طيب انا في الحاله دي دلوقتي هروح اقول له اس ان بي باس دبليو دي عشان اضيف اليوزرز دي في الداتابيز بتاعت الصم. لما اقول له يوزر 1 اهوت هيقول لي اديني النيو اس ان بي باسورد تمام. هقول له ان انا عندي اد الباسورد بتاع اليوزر الاولاني تمام ضاف اهوت وقال لي اد اليوزر. اروح اعمل نفس الكلام ده يوزر 2 تمام وابدا ان انا اديله الباسورد بتاعته تمام. لما اجي اقول له دلوقتي اديت او الفايل بتاعنا بي ايديت او بي اي بي 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 ايديت ايوه هي دي ده الكومنت بتاعي اللي هو البي داتابيس ايديت ماينس اللي عندي عشان خاطر ان انا اشوف الايه اشوف الداتابيس بتاعتي بتاع اليوزرز اتعمل لي ليست زي ما انا كنت بليست الكات سلاش اي تي سي تمام باسبل. الناس تصلح بقى الكومنت ده تمام المكتوب عندها بدل ايديت دي بي تمام هي بي دي بي ايديت. وممكن لو انت عايز تعرف معلومات برضه كان ممكن عندك ماينس بي مثلا وتروح تقول له اسم اليوزر يوزر 1 فيديك انفورميشن قال لك ده الفيرجن بتاعي كان ممكن بي سمول كده بص دي سمول يديك ادي اليوزر نيم خلاص وداك ال NT تمام او الاكونت فلاج بتاعه والاس اي دي بتاعه اللي هو اكسس بي برايمري يعني بيديك انفورميشن كامله خلاص. السيرفر شايف الدايركتري سيرفر بتاعه اللي هو المفروض هيبقى موجود عليه تمام وعمل لك التو فورورد او تو باك سلاش تمام زي ما احنا بنيجي نكتب في نظام الاي في ويندوز تمام عندك. يبقى انت عندك دي يوزرز واداك كمان اللوج اوف تايم بتاعه تمام كل حاجه كل المعلومات بتاعته ومديك اللوجن اورز شوف هيتحرك قد ايه يعني انت ممكن تعمله ريستريكشن اصلا يعني تخلي يوزر ياكسس تمام ب ريستريكشن معين خلاص عنه. ممكن على فكره ان انت اليوزر ده برضو بنفس الطريقه كده اروح اقول له ماينس اي انيبل فهي اصلا هو باي ديفولت هو انيبل انت لا تمام بس انت زياده تاكيد لو انت عايز مثلا دوس اي اي بقى اي يعمل لك لا بنت الاول لا بنت الاول هو باي ديفولت طالما عمل له ده بس انت عشان تتاكد. طيب خلونا مع بعضنا يا شباب دلوقتي انا عملت كريت اليوزرز تمام وعملت لهم الباسورد بتاعتهم ظبطت الدايركتري بتاعي. ممكن اروح جوه الدايركتري كمان دلوقتي اقول له ميك داير تحت سلاش اس ام بي تمام اديني كده مجموعه دايركتريز مثلا هنسميها اتش ار وكوما مثلا اي تي وكوما مثلا سيلز. لو انا رحت قلت له ال اس اهو ماينس ال بي زد عندي على الاس ام بي بتاعتي هلاقي فعلا ان كل الكلام ده اتغير تمام اهوت او خلينا بقى اشيل الدايركت عشان يجيب لي اللي تحتها مش على الدايركتي هلاقي كل حاجه بتتكريت اوتوماتيك تحت مين تحت الاس ام بي باب خلاص بتاخد الكونتكست او بتنهارت الكونتكست تمام اللي انا حطيته على الروت دايركتي بتاعتي. هاجي افتح بعد كده الكونفيج فايل بتاعي او ممكن نروح نظبط كمان الفاير وول يبقى اقول له فاير وول داش سي ام بي تمام عندي ماينس ماينس بيرمنت عندي ماينس ماينس اد داش سيرفيس بتاعتي صم اقول له ان انا عندي الفاير وول بتاعي داش سي ام بي ماينس ماينس ريلود بعد كده هبدا ان انا اقول له ليست عشان اتاكد ان هي فعلا خلاص بقى عندي الصمبا بتاعتي. لو عايز اضيفها كبورت ممكن مفيش اي مشكله هروح افتح عندي سلاش يو اس ار تحت لاب عندي تمام تحت فاير وول تحت عندني هنلاقي فيه السيرفيس بتاعتي تحت السيرفيس هلاقي حاجه اسمها فايل اسمه ايه الصمبا ادي الصمبا دوت اكس ام ال فايل عندي اهوت
بص شايف في البورتس سواء يو دي بي او تي سي بي بتلسن عليها الصبه بتاعتك ال 139 تمام و 405 و 45. لو انت عايز تشينج البورتس دي او عايز تشتغل على بورتس ثانيه ممكن تايديت هنا، بس طبعا هتروح تايديت كمان في ايه في الفاير وول، وكمان هتايديت في السيلينكس لان السيلينكس معاك ايه. خلاص طيب انا عندي يبقى انا ظبطت كده الفايل سكيورتي بتاعتي تمام. هروح ابدا بقى اعمل الكونفيجريشن فايل تحت سلاش اي تي سي صمبا تمام اس ان بي دوت كوم. هاجي في الفايل ده زي ما اتكلمنا قلت ان الجزء ده هيبقى فيه جزء بابليك وجزء برايفت. هاجي في الجزء اللي هو البابليك او الجلوبال عندي تمام، هلاقي ان انا عندي هنا في مجموعه اوبشنز. طبعا ممكن ان انت تسمي الورك جروب بتاعك لو انت عايز تسمي الورك جروب خلاص، ممكن ان انت تشتغل على الدومين، وممكن انت تشتغل باي تمام لوكال. فانا عندي اهو سيرفر سترينج، عندي ده السترينج او التايتل اللي هيظهر معاك لما تيجي تاكسس من اي كلاينت تمام، فيظهر لك زي تايتل كده تمام او السترينج ده. طبعا من هنا انا ممكن على فكره امنع برضو اعمل الانترفيسز بتاعتي او هوستس الاو، فاكرين الهوست الاو اللي انا قلت لكم عليه من شويه. خلاص الانترفيس هنا انا ممكن اقول له لا انا هعمل بس هفتح الانترفيس الفلاني، يعني لو السيرفر بتاعك كان عندي عليه اكتر من انترفيس، عليه ايثرنت 0 وايثرنت 1 وايثرنت كذا تمام، فانت كده ممكن اي واحد فيهم اي حد ياكسس على اي انترفيس فيهم يقدر ياكسس. انما لو عايز الاو انترفيس معين ممكن الاو ليه منها، او ان انا الاو لسبنت معينه قال لي 127 حتى شايف قال لي 127 دوت وسكت، او 192 وبالشكل ده تمام، او مثلا يبقى انت مش شرط ان انت تكتب دوت وسب في الاخر يبقى اكس، خد الدوت اللي في الاخر دي اي حاجه مفتوح، كل السبنت دي مفتوحه تمام. وممكن ان انا اجي على الشير نفسه لو عندي اكتر من شير اقول ان الشير ده الاو تمام مثلا للسبنت اللي هي كذا، والشير التاني الاو مثلا للسبنت 192 والسبنت كذا، وبالتالي هنا مش هعمل هستخدم البابليك، لا هشتغل الكلام ده في الايه في البرايفت زي ما احنا عملناها سبوره كده تمام. طيب بعد كده شباب قال لي الجزء خاص باللوجز، خد بالك ان بيحصل اللوج فايل تمام هيبقى موجود فين؟ تحت بار، قلت لكم تحت لوج، تحت مين؟ دايركتري اسمه ايه صم، وكمان هيبقى عندك لوج دوت البرسنتج ام. انت عارف يعني ايه برسنتج ام تمام؟ يعني كل ماشين هتاكسس عندك تمام الصمبا شير هيبقى ليها فايل بالنيم بتاع الماشين بتاعتك او بالاي بي بتاع الايه الماشين بتاعتك خلاص، فبالتالي هتعرف تمام ده اكسس امتى وايه هو اللي عمله على الشير بتاعي. وكمان قدامه سايز لكل فايل من الفايلات دي، السايز بتاعها هيكون كام يا شباب؟ 50 كي خلاص. ثم بعد كده هيعمل ايه؟ روتيت، هيعمل روتيت. واحنا عرفنا قبل كده دي عشان خاطر السايز بتاعه ما يتملي، لما يتملي ومفضي بالظبط اما يوصل لل 50 يا اما روتيشن تمام زي ما احنا قلنا قبل كده، يا اما ان هو يعمل له كومبريس، يعمل له رينيم، ثم بعد كده يسيب وقت معين على السيرفر عندك انت اللي بتحدده عن طريق الكونفيج فايل بتاع لوج روتيت تمام، يا اما ان هو بيعمل له كلين، يا اما يبقى ممكن يبعته لك ميل او يبعته على سيرفر من السيرفرات تمام، سنترلايز سيرفر موجود عندك. يعني ده انت الاكشن اللي هيتعمل في روتيت انت اللي بتحدده باي ديفولت تمام، هو بيعمل له كلين تمام كل اسبوعين او كل اربع اسابيع زي ما بتظبط في الكونفيجريشن فايل بتاع اللوج روتيت عندك. خلاص شباب طيب بعد كده هيبدا يقول لي سكيورتي يوزر، وان السكيورتي يوزر دهيت ممكن ان هي في السكيورتي اهو لو انت قريت فوق تبص تلاقي ان هو ممكن يخليها يوزر او شير، او ممكن يخليها تمام من دي سي دومين. يعني انا يوزر عندي يبقى انا هاكسس باللوكال يوزرز اللي موجودين عندي على مين؟ على السيستم بتاعي زي اليوزر اللي انا كريته دلوقتي. طب لو انا عايز اكسس من خلال الدومين هشيل كلمه يوزر دي وهحط له دي سي دومين كنترولر عندي خلاص، وبالتالي هيتطلب مني ان انا هعمل اوبشنز ثانيه. يعني في حاله ان انا الصمبة بتاعتي هتنتجريت مع الاكتف دايركتري، وبدل ما هيبقى الاكسس تمام من خلال اليوزرز اللي هم موجودين لوكال على السيرفر هيبقى من خلال الاكتف دايركتري تمام، يبقى الاوبشنز دي هتتغير معايا، يبقى السكيورتي هنا مش هتبقى يوزر هتبقى اي دي سي تمام. طيب كمان قال لي ان الداتا بيز اليوزرز اللي احنا مكريتينها من شويه اللي هو يوزر 1 ويوزر 2 السام فايل بتاعهم هيبقى فيه اسمه ايه؟ هيبقى ده النيم بتاعه خلاص؟ طيب بعد كده دي الدومين ممبرز اوبشن، هيبقى لو انت عايز تشتغل في الدومينز هتلاقي او شوف هنا في السكيورتي حط لي الكلمه دي دومين خلاص، بدل ما انت هتبدا تمام تشتغل بالشكل ده. عليكم السلام ورحمه الله. محمد. الحمد لله على السلامه.
خلاص شباب هات تحت. لا خلاص دي اوبشنز معانا هنلجين جدا عشان لو الصمبه انجريت بتعمل انجريت مع الويندوز او مع حاجه ثانيه. طبعا ده جزء خاص بالبرينتر. لو انا هشير ممكن ان انا الصمبه شباب مش بتعمل شير فقط لغير تمام بفايس او دايركت، لا ده ممكن تعمل لك شير للبرينتر. يعني انت لو عندك برينتر هي ديتكتد على لينكس وعايز تعمل لها شير بحيث ياكسسها لينكس ويندوز ويونكس واي حد في النت ورك بتاعك، ممكن اعمل لها شير من خلال الصمبه. اه ممكن اعمل لها شير من خلال ايه؟ من خلال الصمبه. تمام؟ طيب تعالوا مع بعضنا كده نبدا. بص بقى تحت هنا في الشير ديفينيشنز، يعني الكونفيجريشن اللي عملها دي تنفع اشتغل برينتر ولا حاجه سبيشال ثانيه برضه تتعمل؟ عرفوا بقى البرينتر اهو، شايف البرينتر معروف البرينتر ايه؟ لما كنت بروح تي داتا عشان بدفع الفلوس لما كانوا بيطبعوا لي الريسيبت كان بيبقى مكتوب فيه كده سلاش مش سامبا سلاش مش عارف ايه، تقول ايه سامبا دي اه طبعا مين شير بالبرنامج ده كان سامبا. خلاص شباب انا عندي اهو عنده محمد وصل ولا ايه؟ عمال يكلمني دلوقتي اقوم جنبي اقوم جنبي تعالى محمد جنبي هنا في الكلاس عشان تجيب تراب على هديلك فرق مش عايز اصور انت هنا صورت. طيب هنا الشباب هو زي ما احنا شايفين تمام هو عامل شير للهوم او الهوم دايركتورز بتاعت اليوزرز خلاص وعامل شير للبرنترز وهو مديني سامبل زي تمام. ممكن ان انا اخد سامبل من السامبلز دي زي السامبل بتاعت البابل دي كده خلاص وابدا ان انا اقول له هات لي الكلام ده كوبي او ممكن اخدها بالكوماند بقى لو احنا عايزين نشتغل بالكوماند اروح اقول له ان انا عندي خد لي مثلا من البابليك هنا كده واي مثلا 4 انتر ممكن اطلع فوق او في اي مكان او في اخر الفايل بتاعي زي ما انت عايز انت هنا كنا مسمين الشير بتاعنا ايه يا شباب؟ دايركتور اللي احنا كنا مكريتينه SMB انا عايزينه بنفس النيم ولا ممكن اخليه بنيم تاني؟ نفس النيم فممكن اخليه بنفس النيم وممكن اخليه بنيم تاني مفيش مشكلة اقول له SMB تمام وعندنا بقى بعد كده الباث بتاعي فين هو؟ اقول له ان الباث بتاعي تمام تحت سلاش SMB تحت عندنا بط. طيب براوزابل اه انا عايز براوزابل يس yes. طيب مين الفاليد يوزرز بتوعي؟ هو المكان هنا تحت البرنتر فاهم؟ اي مكان بقى اي مكان قلنا في الفايل عايز تحطها تحت خلاص حطها تمام. يوزرز عندي قلنا في يوزر 1 خلاص ممكن اقول له كده سبيس يوزر 2 وممكن اقول له تمام كوما ويوزر 2 زي ما انت عايز. طبعا لو كان عندي جروب هقول له سبيس واقول له ات الجروب بتاعتي مثلا اي تي يبقى انا كده عرفت جروب اي تي خلاص وعرفت كمان عندي يوزر 1 ويوزر اي ويوزر 2 خلاص. ممكن كمان اقول له ان انا عندي اليوزر ده اخد الاوبشن بتاع سواء محطة دي سي ولا مش ممكن بقى؟ نعم محطة دي سي ولا مش ممكن؟ محطة دي سي ازاي؟ عشان الفاليد يوزرز اللي يبقى مش عليه من الدومين كنترول بتاعه. اه ما انا لو حددتها فوق دي سي تمام مش هحط هنا الفاليد يوزرز تمام؟ اه تمام؟ يبقى انا عندي بس في اوبشنز ثانيه هتضيفها مع الدي سي، يعني في حاجات هتاخد معلومات السيرفر اللي هو هينتجريت معاه عشان ياخد الاوثنتيكيشن وهتقلوه هناك برضه على الاكتف دايركتري. الراجل الطيب ده هيجي ايه ياكسسك او هينتجريت معاك، يعني هيبقى في كونفجريشن من على السيرفر بتاع الويندوز ومن هنا من على الايه؟ من على اللينكس، مش هيبقى من ناحيه واحده بس. خلاص؟ طيب هاجي اقول له كمان اديني مثلا الفاليد لو انا عايز احدد هوستس مثلا معينه فاقول له هوستس الاو ايكوال مثلا ال 10 بوينت 10 هنا واحد صح؟ على الزيرو على ال 24 مثلا. يبقى انا بسمح للسب نت دي بس ان هي تاكسس عندي ايه؟ الشير وهكذا. يبقى انا عندي شباب اوبشنز كتير جدا ممكن ان انا استخدمها تمام، ولكن ان احنا عندنا تمام دي البيزكس تمام بحيث ان انا ابلش عندي الشير بتاعي اللي اسمه اس ام بي اندرسكور اي بابليك. طيب انا ممكن اروح اقول له دلوقتي دبليو كيو واروح اقول له ان انا عندي الـ
يديني سيستم في الـ SMD في الـ NMB بتاعتي وراح أتأكد عندي الـ SMD بتاعتي. واحد اسمها send message ولا send mail؟ send message block خلاص وعندي send والنتورك كمان message block. أنا دلوقتي ممكن أجي من على الكلاينت كلينكس وأكسس الصامبة بتاعتي بي. طبعا عشان أكسس من خلال الكلاينت يا شباب لازم ان انا يبقى عندي التولز بتاعت الكلاينت اللي انا هاكسس بيه. فهروح اعمل كوي وانا على الكلاينت اقول له ماينس كيو اي للصامبا داش كلاينت. يبقى انا عندي في حاجه اسمها صامبا ايه صامبا تمام كلاينت المفروض ان انا اشوفها. لقيت عندي الصامبا كلاينت نازله اهي. لو مش نازله طبعا هروح انزلها. طيب بعد كده هقول له صامبا او اس ام بي كلاينت عندي واروح اقول له ماينس اللي كابيتال كده تمام. السيرفر بتاعي هناك كان 10.10.2.1 معلش 240 على الصامبا الاس ام بي اندرسكور باب ده الشيء اللي كان عندنا. وهقول له كمان هاكسس بماينس يو كابيتال تمام يوزر اي يوزر 1. يبقى تاني الكومنت ده انا كل اللي انا بقوله دلوقتي اعمل لي ليست انا عايز اشوف وممكن ما اعملش ليست بس انا عايز الاول اليست واشوف الاول وبعد كده نعمل اكسس تمام. هليست للصامبا شير اللي موجود على السيرفر الفلاني تمام باليوزر الفلاني. لما اقول له انتر دلوقتي هيبدا يطلب مني الباسورد بتاع مين بتاع اليوزر ده. شايف قام رايح عامل ايه جاب لي كل ليست شيرز تمام اللي موجوده هناك على مين على السيرفر بتاعي. خد بالك ان انت الورك جروب بتاعتك انت شايف الدومين هنا مسميه ايه ماي جروب. ما احنا هنا كنا مسميين لو احنا جينا عايز تشينج ادي الكونفيج. لو الورك جروب بتاعتك انت عايز تشينج ليها احنا ما خليناهاش دومين احنا خليناها ايه ورك جروب زي ما هي ادي النيم بتاعها. طيب ممكن اسميها اي حاجه ثانيه ممكن تشينج ليها زي ما انت عايز. ممكن نسميها مثلا ماي لاب ماشي. الورك جروب دي فايدتها ايه مش فاهم. ما انت ممكن لما بتيجي تعمل مجموعه يوزر مع بعض هتعملهم في ورك جروب يا اما ممكن تعملهم في دومين. فلو انت مش هتشتغل دومين يبقى بتشتغل ورك جروب خلاص. فانا لو عايز عندي اوت ستارت تمام واروح اقول ان انا عندي تمام الاس ام بي تاني والان ام بي هرجع تاني هنا. لو انا رحت عملت ليست بنفس الكوماند بتاعي هلاقي الورك جروب بتاعتي اتغيرت تمام. بقت اسمها ايه يا شباب دلوقتي؟ بقت اسمها ميه. طيب انا عايز اكسس بس دلوقتي لما اقول له كلير تمام دلوقتي عايز اكسس يبقى اشيل الاوبشن اللي اسمه ايه؟ ماينس ال بقول له انتر كده وابدا ان انا اقول له عندي الشكل ده شايف اداني ايه؟ تمام البرومبت بتاع الشير بتاعي. لو انا قلت له ال اس دلوقتي هنا جاب لي مين؟ ها؟ الاتش ار والاي تي والكلام ده. ممكن لو انا عندي بيرميشن ان انا ارايف دلوقتي تمام هناك على الدايركت بتاعي ممكن اروح اقول له ميك داير دلوقتي تيست. شايف قال لي ايه انت مش من حقك ان انت تعمل تيست. طيب لو انا عايز دلوقتي اروح اسمح اودي بيرميشن هنا هبدا اقول له والله ان انا عندي تشينج مثلا اون او ممكن بقى بالطريقه اللي احنا خدناها قبل كده يا شباب ان انا لو عايز اعمل اكسس ليست كنت بعمل اكسس ليست باني كوماند ها ايه اسمها واقول له ماينس ام ماينس اليو اليوزر بتاعي اللي هسميه مثلا يوزر 1 واقول له يوزر 1 بتاعي دوت هيعمل ريد رايت مثلا واكس على الدايركتري بتاعي مثلا اللي اسمه اس ام بي اندر سكور شي باب قال لي انفاليد. احنا قلنا في من هنا معترض على الام ماينس ام مفيش هنا داش تمام يبقى اليو يوزر 1 تمام وابدا اشتغل. هيبدا ان انت لو انت عملت دلوقتي تاني تعالى كده على اليوزر بتاعك
تمام. نجرب نعمل سنيك تيست دلوقتي. ايه رايك ال اس بقى عندك كمان مع الاتش ار بقى في اي دي والكلام ده؟ يبقى انا من هنا بقدر اكسس تمام الشير بتاعي. بس ده كده ممكن اكسس دلوقتي كمان بالماونت. يعني ممكن اقول له اكزيت كده واروح اقول له ماونت بشكل مؤقت. وممكن اكسس كمان بشكل ايه؟ بشكل بيرمننت، بشكل دائم. بص كده لما اقول له ماونت ماينس تي، بس لما اجي اكسس بقى المره دي هقول له ماينس تي سيفس. خلاص واروح اقول له اعمل لي ماونت تحت الصنبة عندي ماينس تي سيفس تمام. واقول له كمان اعمل لي ماينس او كده الاوبشن بتاعي يوزر نيم ايكوال تمام يوزر 1 كوما والباس وورد بتاعتي ايكوال تمام ريد هات على السيرفر اللي هو هيكون هناك اسمه ايه 10 10 1 240 على الشير اللي كان اسمه اس ام بي اندرسكور ايه طب تمام. وكمان هقول له من خلال الماونت بوينت دلوقتي اللي انا لسه مكريتها اللي اسمها ايه صامبا شير. ايه رايك؟ شوف هنا الماونت اتغير عندي، انا بقول له هنا ماونت تمام. هشتغل بالبروتوكول اللي اسمه ايه سيفس وهقول له الاوبشنز بتاعتي تمام. وهاكسس بيوزر نيم اسمه كذا، الباسورد بتاعته كذا. بس الكلام ده مش سكيور، انا ببعت اليوزر نيم والباسورد دلوقتي ايه تمام كبير على سون نتورك. هوريك دلوقتي ازاي ان انا هعمل القصه دي هتغلب عليك، بس انا بوريك ستيب باي ستيب. هاجي بعد دلوقتي هقول له انتر راح عمل لي ماونت. بص كده لما اقول له ديف ماينس اتش تمام بقى عندك صمبا شير بتماونت على مين؟ على الدايركت ده. خلاص معانا ايهاب. لما اقول له ال اس دلوقتي تحت صمبا شير هلاقي ان انا عندي بقيت شفت مين؟ الاتش ار والاي تي والتيست بتاعي تمام وكل حاجه تمام. يبقى انا اقدر اعمل الكلام ده. طيب هل ممكن اثبت الكلام ده بشكل بيرمننت؟ يبقى اروح اعمله من خلال ايه يا شباب؟ الاف اس تاب سلاش اي تي سي اف اس تاب وهاخد نفس الكوماند اللي انا عامل بيه ماونت ده. كل الداتا اللي انا كتبتها هنا دي هروح اكتبها هناك. او ممكن عندك يا شباب نفس الكوماند ده عندك تحت سلاش اي تي سي فايل اسمه ام تاب. الام تاب ده هتلاقي فيه كل الحاجات اللي بيعمل لها ماونتنج على مستوى السيستم تمام. بص كده انزل تحت عند الفايل فين السيرفر بتاعي اللي انا بعمل له ماونت ده هنا تمام. دي كلها حاجات اللي هي البيرمننت. بس نعم يا شباب السيرفر بتاعي انا عامل عليه ماونت الاسمارت الامان دايما الفايل ده وهو بالظبط ولا مختلف؟ تاني بيسكيل كومنت بس انت يصار كل اللي ماشي اوكي. لو انت عايز تشوف الكلام ده تمام تنوط وانت اوكي ماشي اوكي. خلاص او ان انت تشتغل على اللي يعرف فايل او ان انا زي ما احنا شفنا بالاف اس تاب اهي جاب لك كل الحاجات ممكن اخدها كده كوبي خلاص واشتغل عليه. او لو انا حافظها هروح اقول له دام سلاش اي تي سي اف اس تاب تمام وابدا اقول له والله ان انا عندي سيرفر انسيرت اهوت ادي السيرفر بتاعي كان اسمه 10.10.1.240 على الاس ان بي اندرسكور باك تمام. وبعد كده هروح اديله ليه لا كان باك بعد ده السيرفر. بعد كده هديله عندي الماونت بوينت بتاعت سلاش صمبا تمام شير. بعد كده البروتوكول بتاعي اللي انا هاكسس بيه اللي هو السيفس تمام. وبعد كده هقول له ده انا عندي ديفولتس او معلش عندي ديفولتس كوما وابدا اكتب له بقى اليوزر نيم تمام ايكوال خلاص ليوزر 1 كوما وارجع كمان اقول له الباسورد بتاعتي تمام ايكوال مين عندي تمام بنهايه اليوزر نيم خلاص اليوزر نيم غلط معلش بعد كده هبدا ان انا اقول له زيرو زيرو خلاص شباب.
يبقى انا نفس الحركه كده انا ضمنت ان الماشين بتاعتي ده ماونتد بشكل دائم يمين للشير اللي موجود عندي هناك على مين على السيرفر بتاعي. ده الكلام ده من خلال لينكس. طيب لو عايز كمان الناس تاكسس كمالتي يوزرز خلاص خد بالك قبل ده هنا انا قلت لك الكلام ده مش سكيور ما ينفعش ان انا ابعت اليوزر نيم والباسورد بتاعتي بالشكل ده. طيب ايه الحل؟ انا هسيف الحل ان انا هنا ايه رايك ما هروح اكريت فايل في الهوم بروفايل بتاع روت. حد بيقدر ياكسس الهوم بروفايل بتاع روت؟ حدش بيقدر ياكسس فيه خلاص. يعني لو رحت قلت له فين تحت سلاش روت تحت سلاش روت كده تمام اعمل لي فايل اسمه سكيور او يوزرز اي مين انت عايزه تمام يوزر مثلا او اس ام بي اكسس خلاص دوت تي اكس تي او اي حاجه او سيبه كده مفيش مشكله. وهاجي جوه الفايل ده واقول له يوزر نيم ايكوال يوزر 1 وكمان اقول له الباس وورد بتاعتي ايكوال تمام ريد هات خلاص. لو كان عندك دومين اكتب دومين ايكوال اسم الدومين وابدا ان انا اقول له دبليو كيو بالشكل ده واجي كمان اقول له تشينج مود اديني 6 0 0 عشان اصفر الناس كلها ان محدش يقدر ياكسس الفايل بتاعي دوت اللي اسمه اس ام بي اكسس ده تمام بالشكل ده كده. وهاجي بقى في هنا في الكومنت ده بتاع الماونت بدل ما كنت ببعت كده اقول له هنا اوبشن تاني خالص بس خليني قبل الاوبشن ده اعمل يو ماونت الاول يو ماونت تمام اس ام بي الاول كمان هروح اعمل لي التسجيل الاف اس جاب عشان نتاكد معانا ان الاوبشن بتاعنا شغال يوم ماونت تمام ليه الستاندرد شيء. حد فاصل معانا ولا الناس مركزه معانا؟ لو انا رحت بقى جبت الكومنت تاني اهوت ورحت قمت قايله ماينس بعد ماينس وكده اوبشن معانا اسمه كريدنشلز ايكوال سلاش روت سلاش اس ان بي اندرسكور اكسس. ايه رايك؟ يبقى انا كده ضمنت ان انا هبعت فايل وفايل ما عليهوش اي برميشن او اي اكسس لاي حد تمام دي اليوزر نيم والباسورد اكسس تمام ديف ماينس اتش هلاقي ان انا عندي الاكسس. عايز اروح برضه هناك في الفايل بتاعي في الاف اس تاب عشان اثبته يبقى هشيل الكلام ده وهحط هنا الاوبشن اللي اسمه ايه؟ لو عايز اضيف اكتر من يوزر وباسورد في نفس الفايل هضيفهم تحت بعض عادي ولا جنب بعض؟ اه هضيفهم تحت بعض بس هنعمل بقى حاجه ثانيه هنا هسيب في اوبشن هنا اسمه المالتي يوزر اضيف له هنا كمان اوبشن تمام اسمه ايه؟ مالتي يوزر هما سلاش عندي هنا اروح اقول له روت وعندنا الفايل كان اسمه ايه يا شباب هناك؟ اس اي بي اندر سكور اكسس. بس المفروض ان كل كلاينت واقف على جهاز واحد مش محتاج انا مالتي يوزر دي ماشي. لا ممكن من الكلاينت ده اكسس لاكتر من يوزر يعني هل انت دلوقتي قلت له يوزر واحد اهو خلاص يبقى انا اكسس. طب افرض ان انا عايز من الكلاينت ده اكسس يوزر تاني انت الجهاز بتاعك ده ما هو انت في الجهاز في الدومين او في موضوع الشير عامه انت بتقعد على الجهاز بتاعك افرض واحد زميلك جاي شيفت وراك هيشتغل على نفس التاني بس على نفس ومعاه هلاقي اكسس بمين؟ اليوزر بتاعه اليوزر بتاعه هو هقول له لا ان الماشين دي اللاود بس تمام ليوزر فلان واحد فلان وخلاص ولا انت الافضل انت تبقى واخد يوزر نيم وباسورد وهو نفس اليوزر نيم وباسورد شيرد بينكم انتوا الاثنين ونقعد بقى مين اللي عمل ايه ومين اللي ما عملش ايه لا انا مش انا اللي عملت كده ولا ونقعد بقى نتهم في بعض ها يحصل الكلام ده؟ لا ممكن اعمل الكلام ده اقول له كومه هنا واقول له مالتي يوزر خلاص واروح اضيف اليوزرز بتاعتي اوريكم الاوبشن بقى تمام بتاع المالتي يوزر ده يكتب ازاي بالظبط عشان خاطر
وكمان ممكن انا لو عايز اعمل انكريبت كمان الفايل بتاعي ممكن اقول له سيك سكيورتي عندي خلاص ايكوال بال ان دي ال ام اي اس اس بي. ده ايه سكيورتي دي؟ اللي هي بتاعت مايكروسوفت اوثنتيكيشن سكيور مايكروسوفت سكيورتي تمام اوثنتيكيشن بروتوكولز. خلاص يبقى انا عندي شباب دلوقتي قدرت ان انا عملت القصه بتاعتي دي واكسست عندي تمام الشير من خلال لينكس. طب لو انا عايز اكسس الكلام ده من خلال بقى الويندوز يعني انا من خلال لينكس وعملته بشكل مؤقت وبشكل دائم فانت ممكن ان انت تعمل نفس القصه دي تمام من خلال الويندوز بس في الويندوز هناك بدل ما كنت بستخدم الاف اس تاب وبستخدم الماونت كنت ممكن اروح اعمل هناك ايه من الويندوز مش عندنا في الويندوز حاجه اسمها الماب درايف خلاص بس او هعمل هناك ماب درايف خلاص تعالوا بصوا كده من على ماشين الويندوز خلاص هحدد له اللوكيشن المحصل هاجي كده بقى من على الويندوز الشباب اهوت هاجي افتح فرمان عندي اقول له اديني السيرفر بتاعنا هناك كان كام؟ كان 10.10 1 42 معلش فتح لي البرومبت بتاعي بالشكل ده هبدا اقول له يوزر 1 الباسورد بتاعت يوزر 1 ايه رايك؟ جاب لي الهوم بروفايل لان انا كان لو انتم فاكرين في الكونفيج فايل كنا عاملين شير للهومز خلاص وجاب لي كمان الاس ان بي وعملت اكسس عليه اهو وابدا ان انا ادي التست اللي انا كنت مكريته ولو عايز اعمل اي حاجه ثانيه تمام نيو فولدر اهو عملت نيو فولدر خلاص نيو فايل كمان واكسس الشير هنديله في البرميشن زي ما انتم شفتوا تمام ليد ورايت واكس طبعا هتروح سيادتك بقى تظبط البرميشنز على كل على حسب كل واحد ما انت عايز تعمله ايه طبعا لو انا جيت من هنا من على السيرفر بتاعي اهو خلاص شيله من الهوم من الصم شيل خلاص انا بقول له ال اس دلوقتي تحت الاس ان بي بابليك الاقي ان انا عندي ادي حاجات اللي كريت اليوزر ده تمام على الايه على الشير بتاعي خلاص شباب يبقى انا عندي دلوقتي عملت الصمبا سيرفر بتاعي واكسسته من خلال تو ماشينز من اللينكس ومن الويندوز تمام وقدرت ان انا اظبط البرميشن عليه ده السيناريو كامل دوت وقدرت ازاي ان انا كمان اماونت عليه بشكل دائم تمام وبشكل مؤقت وبكده يبقى انا كمان خدت الجزئيه بتاعت مين؟ بتاعت سيرفس معايا ازاي ان انا استخدمها من خلال لينكس خد بالك ان السيرفس معاك تمام هتعمل نفس الكومند بتاعت وايد لينكس بيأكسس على ايه؟ على سيرفر ويندوز يعني لو عايز يعني بتعمل شير دلوقتي من خلال الويندوز يعني انا هنا هاجي اقول له اعمل لي وادي ويندوز هروح اكمل دايركت هسميه شير مش قادر اشوف ادي ويندوز شير دي برضه مش موجوده عندك في ايه؟ في بالنسبه للسكوب بتاع الكورس بتاعك خلاص؟ انا عملت ويندوز شير دلوقتي ورحت كريت جوه الشير بتاع الويندوز ده قلت له افتح كده واعمل لي اي فولدر مثلا دايما بيحصل كده تست وين مثلا بالشكل ده كده خلاص وهيجي هنا الريموت سيب كده اقول له ان انا عندي دوت الاو ولا كونكشنز فوت من الكونفيجرز تمام خلاص اوكي تعالى مع بعضنا نروح اكاليت يوزر على الويندوز شباب نشوف هذا اليوتيوب يوزرز في عندي يوزر اللي هو كومبيوتك خلاص ممكن نأكسس بيه ده او ممكن لو انا عايز اضيف نيو يوزر مثلا نسميه تيست تمام تمام
هاجي مثلا على الشير ده وابدا ان انا اظبط برده السكيورتي بتاعتي عليه. اقول له شير، اعمل لي شير الاول. ممكن للتست وممكن كمان اقول له كمان لاي حد. هديله مثلا اقول له اي حد اي حاجه. اقول له ابلاي مثلا، ممكن اروح اقل اليوزر اللي اسمه تست. تمام، ادي برضه الريكست انفورميشن اللي انا عايزها عليه. خلاص انا كده ظبطت الشيل بتاعي. نفس الخطوات اللي احنا كنا بنعملها على السيرفر الويندوز اللينكس، تمام، بعملها دلوقتي من خلال مين؟ من خلال السيرفر الويندوز. هاجي هنا انا ككلاينت بقى لينكس، انا بالنسبه لي دلوقتي ككلاينت، فاروح اقول له الاس ام بي كلاينت بتاعتي ماينس ال كابيتال، واروح اديله السيرفر هناك. خلينا نشوف الاي بي هناك. كان 1.81 هم 10.1.80 على الشير هناك يا شباب، احنا سميناه ايه؟ وين شير. ويندوز شير. دي ال W و دي كابيتال و سمول، خلينا نعملها للنيم كده. شير كابيتال اس كابيتال برضو اليوزر هنا المره دي كان اسمه مين؟ قال لي انت عندك مشكله في الباسورد بتاعك. خلينا نشوف تاني مين. بس احنا كريتنا مثلا التست. تمام، اه تمام. بس كريتنا كريتنا اليوزر اللي كان هناك. بس انا كريتنا باسورد للتست ولا كان تست بس؟ عملنا له، بس انا كنت عاملها من هنا، فممكن تكون طيب. خلينا نعمله ريسيت للباسورد بتاعته. انا مش فاهم في الريكشن. انا خلاص شباب، عمل اكسس اهو، جاب لك كل حتى الدرايفرز بتاعت مين؟ بتاع الويب. عشان مش شغال اصلا. جاب لك كل حاجه، انا شرط ايه؟ ده شرط واحد بس، واحد جاب لك كل حاجه. هو ده التاريخ اللي هو اللي هو ايه؟ السكيورتي بقى. نعم، مش عاديه كمان. ممكن اكسس طبعا لو اديته الباث بتاعها الاكسس. تمام؟ انا لو رحت عملت اكسس بقى دلوقتي، قلت له شير لي الليست دي، وانا عايز اكسس اهو من خلال لينكس، من خلال اليوزر بتاعي 1 2 3 4 5 6. تمام، بالشكل داخل على دي على الصمت. لما اقول له ال اس ادي، تمام، قال لي ان انت طبعا روح ظبط بقى البرميشن ثانيه، تمام، من عندك من هناك من السيرفر بتاعك. يبقى انا قدرت دلوقتي ممكن اروح اعمل ماونت برضه بنفس الطريقه. تمام، ان انا اعمل ماونت من الماشين دي على دي على السيرفر ده. يبقى انا عملت مره، تمام، السيناريو الاولاني ان احنا عملنا الشير على
تمام اللينكس واكسس تو لينكس ويندوز وعملت الناحيه الثانيه الاكسس او الشير عندي على مين على الويندوز وعملت اكسس برضه من خلال البي من خلال اللينكس كلاينت خلاص شباب دول التو سيناريوز تمام يعني انت عندك المفروض السيناريو يبقى عليك ده السيناريو الثاني ده مش عليك اصلا بس احنا عشان نقدر نبدا